Et aussi, c'est de les accompagner sur tout ce qui est matière de design, qui nous accompagne aussi pour la promotion de notre événement à l'échelle internationale. Bon, on a tous pris, on a les affichés. Donc, tout d'abord, on va commencer de faire la présentation sur le salon. عماد بن جلون المدير العام شركة أتولي فيدا كشركة منظمة لهذا المعهد المرة ديال النسيج والجلد. دونك اليوم كنشهدوا تنظيم الدورة الرابعة ديال المعهد الجلد والأحذية، وهذا المعهد كيشهد مشاركة تقريبا ديال 12 دولة. عندنا تقريبا واحد الجناح ديال 1500 متر اللي هو مخصص إلا للجلد والأحذية. المشاركة دي تكون تقريبا عندنا واحد 60 شركة اللي هي أجنبية جاية تقريبا 12 دولة اللي في قطاع الجلد، وكاين موازاة تكون معنا واحد 60 شركة كذلك مغربية اللي تشارك في هذه التظاهرة باش يديروا اتفاقيات ويديروا شراكات مع المغاربة مع الشركات المغربية في هذا القطاع. كتميز ان عندنا واحد عدة شركات أجنبية اللي هي حاضرة باش يدير شراكات مع شركات مغربية، وكاين وداخلة معنا لافيدي كمنظم في هذه التظاهرة بإذن الله.